أصعب إحساس بالدنيا ممكن تحسه من تعرف شخص تحبه أنت هواية يروح وبعد ما يرجع لك وأنت تنتظره. أنا أدري أنت ما تجي وباقي أنتظرك، هذا شعور جدا مؤلم، أنه أنت ما ظنيت في يوم من الأيام أنه هذا يعوفك، ممكن الناس كلها تعوفك وهو ما يعوفك، لأن ظنيت بي ظن جميل جدا، بالتالي خيب ظنك، بالتالي كسر خاطرك. الإيد ممكن تنكسر تصلح، ولكن إلا الخاطر من ينكسر ترى ما يصلح. انطيني علاج لكسر الخاطر، بكلمة واحدة تكسر ألف قلب، وألف كلمة ما تصلح قلب واحد. وأنا اليوم أنتظرك وأدري أنت ما تجي، بس باقي أنتظرك، بس يمكن لقيت الأحسن من عندنا، يمكن لقيت ناس هواي يحبوك أكثر منه شغلت بيهم، بس أبشرك ورا فترة ما يديومون، أكو شخص يحبك حب كبير جدا ومن ثم ينسحب انسحاب كبير جدا، إلا إحنا نحبك ونظل نحبك للدوم، بس أنت للأسف فضلت الغير علينا. إلك مبروك وألف مبروك بيهم يا الغالي.